وقفنا الزيارات، بطلنا مثلا نروح نفطر عند القرايب، بطلوا يجوا لعنا، بطلنا نروح على مطاعم. لا تغير بزاف ديال هذا، دابا مع هاد كورونا هادي ما بقى حد كيتجمع مع العائله ديالهم والو. ولا اهم شيء هو الجمعات، انه تشوفي تعدي مع عائلتك، تظهري بعد الافطار، تجتمعوا وتقربوا. العادات يعني كنا نقعد كنا كلها، هسه كنا اقل، يعني قبل كان احلى والذكريات احلى. وصلت التراويح حتى هي ما كيناش، يعني غالبا بزاف ديال الحوايج تبدلوا في الميدة ديال الفطور، مولفين كيكونوا معنا الاحباب والو، دابا كنفطر غير انا وبابا وماما. هي جمعه الناس والتواصل مع الناس، كتفطر وكتصلي التراويح، تخرج تمشي دير قهوه مع الاصدقاء ومع الاحباب، هادشي مابقاش. تقعد ويا احبابك ويا اصدقائك بالمطاعم وبالكافتريات. رمضان في الحجر الصحي كيدوز شويه صعيب، حقاش ما كنقدروش نتجمعوا مع العائله ديالنا والحباب وهذا. بهالبيت تعدي مسلسلات وتدرسي وتطبخي، ما في شيء تعملي، يعني حتى ما فيك تظهري من البيت، كله مسكر. والله بالبيت اكثر شيء نقعد ونرتاح بالبيت احسن من الطلعه وظل كورونا وكوفيد. شويه صعيب حقاش كاين هذه الجائحه، ما كنقدروش نفطروا مع العائله ديالنا، وفي الزنقه خاصنا ضروري الكمامه والتباعد وبزاف ديال الحوايج. يعني راضيين بهالاشغال، خلص شغلي بيجي على بيتي بس ما اقدر. انا كم ساعه قبل الفطور انه بكونوا بالشغل، بعدين وقت الاذان لما بيأذن انه في رفقاتي بفطر معهم، رفقاتي اللي صايمين، كثير بحب هاي الاجواء انا. ولا اذا فينا نعمل سهرات ما منقصر يعني، بس انه بحس ما حتزبط، لانه مثل ما قلتي عم يعملوا حظر تجول وما فيهم العالم يجتمعوا كثير مع بعض، فكرمال نخفف من الوباء. اكيد اكيد اكو سهرات حتى السحور، تتسحر وتنام يعني مو مثل قبل. ما في سهرات، ما في ولا اي شيء. نتامل، هذه كمان من واحد الاشياء، يعني من الاشياء اللي مفتقدينها هون. خصوصا انا بالنسبه لحارتي ما شفت، بس حاسه يعني حاسه انه في خلق بتطلع بتدخل، بعد يعني بحس بعد الافطار يوم تاني ببلش عند الخلق.